إذا ما عجبتك هالعيشة ترك البيت. الله معك. أنت الله معك. أصلاً أخي تحسين اشترى هذا البيت إلي مو إلك. إليك فضيلة، هذا البيت ما أبي عايش فيه، لذلك رح بترك لك إياه وامشي. لحظة بغوار، أنا رايحة. لا أنت خليك، أنا بخلي. أنا رايحة معك. إيه فكرك بينعاش في هالبيت بلاك؟ الله يسامحك. ما بدك تبوسني؟ إيه وشو الفائدة؟ بعد شوي بنتزعل. إيه أصلاً أنا ليش عاملة الخناقة؟ غير كرمال هالبوسة؟